شوف باش نقول لك السي الحاج باش نكونوا في الصوره، يعني حنايا جمعيه ترقيه المواطنه وحقوق الانسان، هذه جمعيه وطنيه لحقوق الانسان وترقيه المواطن. صح. حنا ارتئينا بصفتي رئيس مكتب دائره ماسرة، وهذا سكعي بش هذا النائب تاعي، وبالتشاور مع الاعضاء اللي كل واحد راه في المهام تاعو، قررنا باش نكرموا باليوم العالمي هذا بليتو اليوم للعلم، يعني 16 ابريل، هذه ذكرى هذه خالده على كل انسان. بارك الله فيك. الناس هذو اللي ربوا اجيال وعلمونا وكبرونا وراونا الطريق الصحيحه. احنا خممنا باش ندير لهم كيما نقولوا حنايا، ندير لهم حاجه اللي تبقى في الذكر تاعهم، يعني تبقى في الخايب. هذه حنا حاجه خممنا فيها بكل تواضع. احنا بارك الله فيك. انتم ما درتوا فينا خير كبير، علمتونا وقريتونا والحمد لله، هذا الشيء اللي نفتخروا به. على كل حال بغينا نرتئينا باش نكرموا هذا الناس، يعني حاجه رمزيه، يعني محمد خويا او الوجود تاعكم. بارك الله فيك وجودكم. انت بالمناسبه بغيناك تعطينا كلمه لقناه رستم، اعطينا كلمه سمحت. والله هذا هذا الحاج محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اولا اقول لاخواني وابناء زملائي مرحبا بكم، الف مرحب. وهذا اليوم يوم عظيم، هو يوم العلم. جئتونا في هذا الوقت وشرفتونا بوجودكم معنا، هذا ما هو الا الحق، ماشي تكريم، تعظيم. بارك الله فيك. تعظيم بالنسبه لنا، لاننا فئه كنا مهمشين. بارك الله فيك. كنا مهمشين، واليوم الحمد لله رجع الماء الى مجراه. هذه تشريف، نقول لكم الف شكر. ألف الشكر. والحمد لله اليوم كأننا دخلنا التعليم الجديد. بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك سي الحاج. هذه الرمزية تاعنا، هذا عبارة عن كادر، هذا السيد بن زكريم بن علو محمد اللي فوت قريب 32 فوق 32 سنة، خدمة فعلية يعني في التعليم. أيوا هذه بالمساهمة تاع قناة رستم والجمعية تاعنا. الله يشرف. سي الحاج عطيه، شوف هذه الأخرى. الله يشرف. هذه العظمى، هذه اللي نعتزوا بها على كل حال. الله يشرف. كتاب الله. هذا من عند النائب. هاي الهدية. أيوا. بارك الله فيك. الله يحفظك. هذه هدية صغيرة ثاني. الله يحفظك. ماشي الحاج، هذه هي. ربي يشرفنا ويشرفكم. بارك الله فيك. إن شاء الله. والله حاجة عظيمة. الله يسلمك. احنا المهم رضايتكم برك. انتم ثاني بارك الله فيكم على المجهودات الجبارة اللي قمتوا بها في سبيلنا. ما هو إلا واجب. الله يعني. الله يسلمك. بلا مزيد. ولكن مزيد. خروجنا نهار كي خرجنا حق ما كانت، ما فرحناش كيما هذا. بارك الله فيك الحاج محمد خويا، بارك الله فيك. ربي يحفظك إن شاء الله. هيا تعتذر. ربي يحفظك إن شاء الله. بارك الله فيك. سي الحاج كش ما تقول لنا سي كلمة، تفضل. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، قاضي ظهور المحجلين. أما بعد، هذه المناسبة السعيدة والفرصة المباركة المصادفة للسادس عشر من أبريل، يوم العلم، يوم أفنى علماؤنا وأساتذتنا ومربي الأجيال، أفنوا أعمارهم وأكبادهم تنشئة لهذه الأجيال والسهر على حمايتها من الغزو الخارجي والغزو الداخلي. هذه المناسبة مناسبة عظيمة، كيف لا، ونحن نكرم أحد آبائنا العظام الحاج محمد، شيخ من شيوخ المنطقة، على مجهوداته التي بذلها في تربيته وتعليمه لأبناء منطقته، سائلين الله عز وجل أن يمد الله في عمره، وأن يبارك له في صحته، وأن يرزقه العافية في الدارين، في دار الدنيا والآخرة. ونسأل الله عز وجل أن يختم له بالحسنات والصالحات، وأن يجمعه هو والصالحين في دار مستقر رحمته. وهذه لفتة طيبة من جمعيتنا الفتية الصغيرة
هذه لفتة طيبة تكريما لكم، وكأننا نقول لكم لا تخشوا على هذا الجيل، فإن هذا الجيل هو صنيع تربيتكم، إننا لم ننساكم في حياتكم ولن ننساكم حتى بعد مماتكم، حتى نسلم هذا الجيل هذا المشعل إلى الأجيال المقبلة إن شاء الله. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. شوفوا كلمة سي رشيد الابن الأكبر للحاج محمد. بعد بسم الله الرحمن الرحيم نقول لكم واحد الكلمة، راكم شرفتونا بزاف بزاف، بارك الله فيك سي رشيد، دخلت بركة لدارنا، الله يسلمك ربي يخليك، وحسيت روحي قدامكم، راني في بداية العمر، بارك الله فيك سي رشيد، والله راني في بداية العمر، مشكور ما عندي ما نقول، ربي يوفقكم ان شاء الله، وربي يكبر هذه الجمعية ويجعلها يا ربي في داخل الوطن وخارج الوطن ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله ربي يعاونكم ويكون في حسن ظنكم ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله، بارك الله فيك. تكملة سي جلول، راك شرفتنا اليوم معنا انت، راك بون بالوكازيون تاع هادين باش نباسي لو بونجور للمسيو البريزيدون تاعنا الوطني سي مسيو زيتو فيدريس، والرئيس المكتب الولائي سي عبد الله بوهني، وجميع اعضاء الجمعية الجزائرية لترقية المواطنة وحقوق الإنسان عبر 48 ولاية. مشكورين إن شاء الله، بارك الله فيكم، الله يجعل إن شاء الله تكون في ميزان حسنة، بارك الله فيكم. حاج محمد خويا ربي يخليك، بارك الله فيك سي الحاج، حاجة